ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم، المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، ولا يمكن غسلهما إلا بالمضمضة والاستنشاق، فيكونان واجبين. ولذا فإنها داخلة في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فيما نقله أصحابه كعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة إلا وقد تمضمض واستنشق، كما أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال: إذا توضأت فاستنشق، فدل ذلك على وجوب الاستنشاق والمضمضة. طيب، عندنا مسائل. المسألة الأولى أن الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فإنه سنة وليس بواجب، لأن الاستنثار من التوابع، والتابع ليس لازما وجوبه عند تحقق الأصل، فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. إذن الاستنثار سنة وليس بواجب. ينبني على قولنا إنه سنة وليس بواجب أن نعرف الحد الأدنى المجزئ في المضمضة والحد الأدنى المجزئ في الاستنشاق، الذي من فعل أقل منه لم يصح فعله ولا وضوءه إلا عند العجز. الحد الأدنى من المضمضة قالوا هو فعل اثنين من ثلاثة، وهو إدخال الماء إلى الفم وتحريك الماء فيه ومجه، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فقد بالغ في المضمضة، ومن فعل اثنين منها فقد فعل الحد المجزئ من المضمضة، لأن من أدخل الماء إلى فيه ثم مجه من غير تحريك سمي في لسان العرب قد تمضمض، كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حركه وابتلعه سمي كذلك قد تمضمض. لكن من فعل شيئا واحدا بأن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه فإنه في لسان العرب يسمى شربا ولا يسمى مضمضة. ونحن عندنا المقدرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقدير شرعي فإن نرجع إلى لسان العرب، فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العرف، هذه قاعدة معروفة عند علمائنا. وهنا رجعنا في حد المضمضة إلى لسان العرب، إذن عرفنا المضمضة. الأمر الثاني الاستنشاق. الحد الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف بأي طريق كان، ومن أقل ما يكون إدخالا للماء أن يجعل في أصبعيه بللا أو في منديل بللا، ثم يجعل هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يخرجها، هذا يكفي في الاستنشاق. جاء ذلك عن مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضي الله عنهما وهو مجزئ، فيكون الحد الأدنى في الاستنشاق ذلك. أما الحد الأعلى في الاستنشاق فهو الجمع بينه وبين الاستنثار، فتدخل الماء ثم تخرجه، كما أن من صفة الكمال فيه أن تستنشق الماء بهوائك بالهواء بسحبه، كما أن من صفة الكمال فيه أن يصل الماء إلى آخر ما لان من الأنف، كما أن من صفة الكمال فيه الهيئة بأن يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة بإدخال الماء قبل الاستنشاق ثم يكون الاستنشاق والاستنثار، ثم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعده، فيكون تقديما للاستنشاق على المضمضة بهذه الحال. ثم يغسل وجهه ثلاثة. نعم، قال بثلاث غرفات، أي كل غرفة يكون فيها استنشاق ومضمضة معا.